السلام عليكم، دا إدارين كيف دا تلص فوت خات متيلي. ويلكم باي فوت داري، مرحبا بكم في فوت داري. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضروا معكم ملوزة. اش غنحتاج فيها؟ انا عندي هنايا واحد 500 غرام ديال اللوز اللي سلقت وزودت القشرة وخليته يومين كيبس كيشتف باش تزول من هذيك الماء، وطحنته مع 200 غرام ديال السكر. طحنته الطحانة الاولية بلا السكر والثانية مع السكر، واحد جوج معالق ديال قشرة الليمون بودرة. اللي ما عندكم شي متوفر غير القشرة، نورمال كندير قشرة ولكن ما عنديش شي ليمون في الدار في الساعة. كنستعمل هاد بودرة. واحد 7 غرام، نص ساشية ديال الخميرة الحلوة، وثلاثة البيضات. انا درت هنا 4 البيضات ولكن غادي نحتاج غير 3. فنضح ان شاء الله خفاي كوك مركان سا امانت كوكي معاك دي فاي ملوزا نوما كبهي 500 غرام خمالة دوش دي أمانلو دي خبالتين أين خمالة مت دي إيرست كير مالي دي صندر ساوكر ان دي تويدي كير مالي دي مت 200 غرام ساوكر تو دي فاين بودر ان دي سخيل فان أين سيترون و أشي دي ني هابت اوف أشي دي سخيل فان أين سيترون ik heb hier 2 theelepels citroenpoeder of de schilpoeder heb ik hier gebruikt omdat ik geen citroen thuis had. Dus, maar dit is hetzelfde. Dit is gewoon een schil van een citroen die ik ook zelf thuis maak. Mocht jullie interesse hebben, laat je dat weten onderaan de reacties. En 3 eieren. Ik heb hier 4 eieren gezet. Want ik dacht, ik ga eerst proberen. Dus je probeert telkens beetje bij beetje. Doe je een eitje bij. Ik heb hier in totaal 3 gebruikt. Dus 3 eieren. 500 gram amandelen. Met gemalen met 200 gram suiker en 7 gram gist, bakpoeder, 7 gram bakpoeder en de schil van een citroen, zoals ik al zei. En dat mengen we heel goed samen, zoals je ziet. Dat moet echt ontzettend goed gemalen of gekneed worden met de handen, tussen de handen, zodat alles goed gemengd is. Kim ik het chufu kan galto de chi kamel mzian, had ik lanaser. كما قلت لكم الا ما عندكمش هذيك البودره ديال الحار ديال الليمون الحامض كنديروا قشره واحد الحامضه كنقش كن كن نديروها كنحكوها وكنضيفوها عليها. من احسن التطريه كتكون كتجي زوينه بزاف، ولكن هذه كتكون عندي ديما متوفر في الدار داكشي علاش استعملتها. وواحد 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه كما قلت لكم، وكنخلطوها الخميره ديال الحلوه حتى الاخر حتى كتكون كنكون خلطنا الخليط ديالنا، عاد كنزيدو عليها الخميره الحلوه. طول شي زين دوش فاي كن اوف مينغ اونس مينغ سو ايرست هيل غود ان دان اوف ات لاست تفوغو فاي د باك بودر ان تو ان دانا كنو وي دوش بيجينن مت ات ماكن فان اونس ملوزا. وات دون واي دوش وي ماكن دار ان بولليتشيز فان. وي هاف هير دوش اوك بودر سوكر نودغ. ات بيست از اوم غود ريزولتات تو كرايجن بيست از اوم بودر سوكر تو كوبن omdat het heel moeilijk is om dat zelf te evenaren. Om, als je thuis suiker gaat malen, krijg je niet hetzelfde effect. Namelijk. Dus het beste is om suiker te kopen. Je kan het in elke supermarkt kopen. Of bij de Marokkaanse, bij de Turkse winkels. Die zijn daar ook te koop. Ik mag goed komen. Mijn essence stemmen suiker. Gaan koeroha. En die roha voor suiker. Mijn essence schreeuwen suiker. Milhanoed. حيت هذاك كيكون مطحون مزيان ورطب وما كيكونش حلو بزاف، ماشي بحال الا طحناه في الدار ما كيجي حرش ما كتشبرش مزيان في الحلوه ديالنا. كنديروا شويه ديال المزهر، كندهنوا غير شويه ماشي بزاف، غير خفيفه باش ما تفزك لينا شي السكر. وكنكوروها كنديروها بحال واحد القبه من الفوق كما كتشوف كيف ما كندورها. كنجيبها بين 70 ديالي باش كتجي لينا بحال القبه، عاد كنخدموا بها شو شي لي زين باي ما ما ماك دار بولتشيز فان. دان دون وي دي ان بودر سوكر ان وي دون اونس هاند ان بيتشي ان اورانجي بلوسم واتر ان دان ماك وي دوس بولتشيز فان ان دان دون وي دي ان بودر سوكر سوز اي ساي. ان als in بودر سوكر zijn geweest dan maken we daar een soort koepel van zodat die vorm mooi wordt. Dus je neemt straks dan je bolletje, dan neem je tussen de 2 vingers en dan vorm je dan zo'n koepeltje van aan de bovenkant,
zoals jullie straks gaan zien. En dan pakken we een mes, een fijne mes of een kleine mesje. En dan gaan we daar zeg maar instekeningen in maken. Voor de, gewoon eigenlijk voor de versieringen in maken eigenlijk als het ware. كما كتشوفوا كنديروا الحلوه ديالنا كنفندوها مزيان في السكر كما كتشوفوا كنخليها كنديرها كامله في السكر كنبقاو ندور فيها كنهز شويه السكر في اليدين ديالي كما كتشوفوا وكنبقى ندوره وكنديرها بين السبعين ديالي باش كتجي لينا هذيك القبه من الفوق سون شي زين دوش بدون فات بودر شاي كربون جهاندي En dan rollen we dat, rollen we die bolletje tussen de twee vingers, tussen de duim en de wijsvinger, totdat je een koepeltje hebt. En dan pak je een mes en dan maak je er tekeningen, zo'n vorm, ja, versieringen erin. En het is hoe fijner, hoe beter. Dus hoe dichterbij ze bij elkaar zijn, die instekingen, hoe mooier ook het resultaat. Ik maak het chouf ook en hoe zoer moest ik hem gewoon... شرطوا فيها كما كتشوفوا من احسن يكونوا شويه رقاقين هذيك تجيبهم حدا بعضياتهم باش كتجي المنظر ديالهم زوينه كما كتشوفوا كندوروها بين السبعين ديالنا كتجي هذيك القبه باش شكل ايدر ساي توش دو فينجرز فورات فورات فورا كوبلتشي ان دان مت مس انستيكينغ اي ماكن دات اس Puur voor de versiering. Als je dat niet kan, of als je zegt van ja, dat is een beetje te veel werk, dan laat je er gewoon een bolletje. En dan tussen twee handen, dan een bolletje van maken en een klein beetje aandrukken. En dan op je bak vorm zetten. Dat kan ook. Kimme kachoufu. Je mag er tussen deru het tsobo hebben het tarikadi. Ik heb geluwe heet, ik heb koura niet. Ik heb van duaf sukar mzien. وكتبزوها شويه غير شويه ماشي بزاف وكديروها هكاك في الطاوه ديالكم وطيب حيت كتشقق هذيك الساعه تشقق اللحوم وصافي تجي عاود المنظر تجي المنظر زوين عاود حتى هي كما كتشوفوا كنستمروا في هذه الطريقه هذه واللي بغيتي تزيدوا على واحد اللوزه هذا كما كتشوفوا كديروا واحد اللوزه من فوق اللي كنا دراو كنا ان اماندل اوبسيتي ان هالف اماندل از بيست انت كفنت اوك زونده ام eigenlijk een hele te gebruiken alleen puur voor de versiering. Hadik loza qasmtou maana ala jouj w kandira fouq ghir ala sab tzin. Ha hiya nihaya kif ma katji, katji ldida w zwina. Kantmenna ykon ajab lkom video, ma tnsawch tcharkou fi lqanat bach dima ydkhal lkom ljadid. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet vooral niet te abonneren voor meer nieuwe video's. Tot de volgende video inshallah. Allah ya'awnkom w bslama hatta lvideo moqbil inshallah. W ntlaqa ma'akom. Allah ya'awnkom w bslama. Dag!